السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع برنامج إيه دي لوجيك، وده بيورينا محاكاة للحركة. وليكن مثلا هنشوف دلوقتي حركة مثلا الحاجات على سير معين، هقول له نيو وأقول له موديل وأقول له أوكي. طيب هاجي دلوقتي أقول له أنا عايز أعمل كونفاير، تقدر تسحب وتحطه وتبدأ تظبط الشكل بتاعه زي ما أنت عايز والديسمال زي ما أنت عايز، أو ممكن تدوس عليه مرتين وتبدأ ترسم انت المسار اللي انت عايزه اهوت. وممكن لو انت عايز شكل مثلا ارك، تبدأ تسحب تضغط وتسحب فيبدأ يعمل لك شكل زي دوت، وتبدأ تدوس من هنا يبقى البداية بتاعتك تمشي كده 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 بالشكل دوت، وتقدر مثلا تحرك النقطة دي شوية زي ما انت عايز. طيب انا دلوقتي هاجي هنا واقول له انا عايز ابدأ ده السورس بتاعي وده الموبايل، وبعد كده سينك النهاية بتاعتي. طيب هنا هقول له ان انا عايز اربطه بالشكل دوت اهوت، هقول له السورس بتاعي والتارجت بتاعي اهوت. طيب السورس بتاعي هاجي هنا في الادفانسد فورست باشنج، لا اشيل العلامة من هنا واقول له اصبر على الحاجة شوية، دي العناصر اللي هي لسه ما خرجتش. طيب دلوقتي هبدأ اقول له انا عايز اعمل المحاكاة، هقول له رن واثرها السرعة شوية عشان نشوف حاجة، هو بيبقى يوريني حاجات هي داخلة بالشكل ده. طيب انا عايز لو انا عايز اشوفها في ال 3D اقدر اجي هنا واقول له انا عايز اشوفها في 3D ويندو بالشكل ده. ولو انت عايز تضيف تكست معين او لاين او صورة تحطها في قلب المحاكاة بتاعتك بصوت سهل جدا، تقول له مثلا عايز لاين وتبدأ مثلا ترسم خط مثلا من هنا لهنا مثلا، تقدر تضيف تكست معين تكتب عليه اللي انت عايزه. طيب وتقدر تضيف كاميرا لايت زي ما انت عايز. طيب خلينا نعمل كده رن، خلينا نشوفها في 3D بشكل ده. طبعا في عندنا مشكلة لازم تبقى فيها أكثر مرونة. وممكن تعمل رن ما يجيبلكش الحاجة دي، ليه؟ لأن ممكن يكون عندك أكتر مشروع. ممكن تيجي هنا تلاقي عندك أهو مشروعكم 30 و33 و34، ممكن تكون أنت عامل سيلكت على دوت فيعمل لك رن لمشروع غير اللي أنت عايزه. فأنت ممكن تيجي هنا وتسحب تختار مشروع أنت عايزه، أو تيجي هنا وتقول له أنا عايز أعمل مثلا رن أو ديباج أو بيلد زي ما أنت عايز، أو ممكن تعمل سبورت، تعمل سبورت للأنا إني لوجيك كلاود على نت، او تصدرها لملف ستاند الون يعني بيشتغل بدون اي برامج اخرى جافا ابلكيشن.